فوائد الكستناء أبو فروة 14 فائدة تجعلك تأكله طيلة الشتاء. تعد الكستناء المعروفة بأبو فروة من الأطعمة المرتبطة بالبرودة وفصل الشتاء، وهي عبارة عن فاكهة استوائية مجففة ويمكن تناولها محمصة أو نيئة أو مطبوخة، وتتميز بطعمها المقرمش اللذيذ وفوائدها الصحية المدهشة والتي سنوضحها لكم في هذا الفيديو. أهلا بكم في قناة ثقف نفسك، الرجاء الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. فوائد أبو فروة الكستناء في الشتاء: أولا، مد الجسم بالطاقة. تنخفض الطاقة في أجسامنا في فصل الشتاء بسبب برودة الطقس مما يزيد من الكسل، ولكن أبو فروة مليء بالكربوهيدرات المركبة التي تعمل على تعزيز الطاقة في الجسم وزيادة الشعور بالدفء، كما أنه غني بفيتامينات باء التي تحفز من إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية التي تزيد من وظائف المخ. ثانيا، التخفيف من نزلات البرد والإنفلونزا. يساعد أبو فروة على التخفيف من مدة وأعراض نزلات البرد والإنفلونزا بسبب محتواها الغني من الفيتامين سي. ثالثا، منع زيادة الوزن. يحتاج الجسم إلى المزيد من الطعام للحصول على الطاقة والدفء خلال فصل الشتاء، مما يسبب زيادة في وزن الجسم. ويعد أبو فروة من الوجبات الخفيفة المثالية في فصل الشتاء لأنه منخفض في عدد السعرات الحرارية، كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء لفترات أطول، مما يقلل من الشعور بالجوع. رابعا، تحسين مناعة الجسم. أبو فروة غني بمضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعة طبيعيا، حيث أنه غني بالزنك والنحاس وفيتامين ألف جيم التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض وخاصة نزلات البرد والإنفلونزا. خامسا، الحفاظ على توازن الإلكتروليات الشوارد في الجسم. أبو فروة غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم التي تساعد على الحفاظ على توازن الإلكتروليات في الجسم اللازمة للعديد من العمليات الحيوية الهامة. سادسا، الحفاظ على صحة العظام. أبو فروة غني بالنحاس والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وتلعب هذه العناصر الغذائية دورا أساسيا في تعزيز صحة العظام لدى الأشخاص من جميع الأعمار. سابعا، تحسين الجهاز الهضمي. أبو فروة مفيد لعملية الهضم، حيث أنه غني بالزنك والمغنيسيوم والألياف الغذائية، وكلها لها دور هام في تحسين صحة الجهاز الهضمي ومنع اضطراباته. ثامنا، مفيد للحوامل. أبو فروة غني بحمض الفوليك اللازمة أثناء فترة الحمل لحماية الجنين من التشوهات الخلقية وعيوب الجهاز العصبي. تاسعا، خفض مستويات الكوليسترول في الدم. يحتوي أبو فروة على الألياف الذائبة التي لها القدرة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وحماية الشرايين من التجلط. عاشرا، الوقاية من مرض السرطان. أبو فروة غني بالمركبات المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من خطر الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وعملية الأكسدة. 11، تنظيم مستويات السكر في الدم. يحتوي أبو فروة على المغنيسيوم والزنك والنحاس، وهذه العناصر الغذائية لها دور أساسي في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، مما يجعله من الأغذية المفيدة والمثالية لمرضى مرض السكري. 12، منع العدوى الميكروبية والبكتيرية. أبو فروة غني بمضادات الميكروبات والبكتيريا، مما يساعد على حماية الجسم من أي عدوى بكتيرية أو ميكروبية أو طفيلية. 13، أبو فروة خالي من الجلوتين. لا يحتوي أبو فروة على الجلوتين، لذلك يعد من الأطعمة المناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح وعدم تحمل الجلوتين، كما أنه يمدهم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية اللازمة لهم دون أي أضرار أو رد فعل تحسسية. 14، تنظيم مستويات ضغط الدم. يحتوي أبو فروة على النحاس والمغنيسيوم اللازمين لخفض وتنظيم مستويات ضغط الدم في الجسم، مما يجعله من الأطعمة الآمنة لمرضى ضغط الدم المرتفع. بعد أن تعرفنا على الفوائد الرائعة لأبو فروة الكستناء، يجب عليك إضافته لنظامك الغذائي خاصة خلال فصل الشتاء والخريف للتمتع بصحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك في قناة ثقف نفسك ليصلكم كل جديد.